الدوري الانجليزي لكره القدم. الكره دي فن ولعب بيتسلى، اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأن فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي، ومعايا النهاردة الثعلب والعالمي بيتغيب النهاردة لظروف. الف مبروك النهاردة. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله. لسان طيب. كنت طيب وكل الناس بخير يا رب دايما. يا رب دايما. الحلقه بتاعت العيله تحفه بصراحه. امي واخواك واشرف عمر يتكلم يعني. لا اشرف عمر يتكلم كويس قوي.
والدكتوره كلام اشتغل جامد. احنا عندنا في ابو العيله عمل شغل جامد. ابو العيله الحقيقه بصراحه رائع. بصراحه يسال كل خير يعني. بصراحه قناه الزمالك عملوا حلقه جميله يعني. استاذ فتحي سامي طبعا رئيس القناه راجل جميل. دايما انت كنت متردد في الحته دي؟ لا خالص. ليه؟ انا كنت بروح على طول. بس هو متردد البيت يعني وكده. ان هو كانوا عايزين يعملوا حلقه كبيره وبس بقى عشان يجمعني ويجمع اشرف برضه طيار وبيسافر كتير. والدتي فكان الموضوع في الحمد لله عملناها كويس. الدكتوره كانت مبسوطه ان قاعد انت واشرف كده تحدف حته يمين حته شمال. الحمد لله ربنا يديها الصحه يا رب. حبيبي يا سيف مبروك النهارده. انا كسبت واحده وخسرت واحده والنهارده اعتقد برضه الجوله الاخيره دي 37 متهيألي انا كنت اللي كسبت لان انا عملت بنش بوست وكنت عامل الجوله اللي قبليها تريبل كابتن فخدت 133 نقطه فضربت معايا جامد. بس لكن دوري بص دوري يمكن خلاص مانشستر سيتي طبعا هو اللي خد الدوري بس كله بقى على الثاني والثالث والرابع طبعا لغايه الاسبوع الاخير هيفضل الرابع. تشيلسي خلاص بقى الثالث ضمن تماما يعني حتى لو نزل بقى الرابع. لكن ليستر عنده ماتش صعب مع توتنهام وليفربول عنده طبعا ماتش سهل نوعا ما في اخر ماتش في الدوري فالمركز الرابع انا متهيألي هيروح لليفربول اعتقد والله اعلم يعني. ليستر عنده توتنهام اخر ماتش توتنهام محتاج المركز الكام؟ ليفربول هياخد المركز الرابع من ليستر في الاخر هياخد في اخر ثانيه لان ليستر عنده اخر ماتش كان عنده الاسبوع اللي فات تشيلسي وخسر بعد ما كسب الكاس طبعا وعنده الاسبوع الجاي توتنهام وتوتنهام محتاج الماتش عايز يخش اليوروبا ليج لان توتنهام خسر الجوله دي كان كسب 1-0 وخسر من استون فيلا 2-1 فمحتاج الماتش جدا فهيبقى ماتش صعب على ليستر. كلوب هيفكر ازاي الموسم الجاي؟ لازم يغير شويه يعني طبعا فان دايك لما هيرجع اكيد مهم لكن حته السدباكات ليفربول دلوقتي كل ماتش ما بيخش في جون ولما بيجي جوان بيبقى مهدد جدا انه يخش في جوان. نص الملعب اعتقد لازم يكون فيه اضافات حته المهاجمين بساديو ماني ومستوى السنه دي باين قوي ان ليفربول بعيد زي ما قلت لك يمكن الوحيد زي ما بقول لك الكلمه دي من اول السنه اللي ماسك نفسه هو صلاح. حتى فيرمينيو فاق متاخر لكن طول السنه اللي بيجيب اجوان كل الماتشات 1-0 2-1 1-1 هتلاقي صلاح هو اللي بيجيب. صعب انك تقعد تعتمد على صلاح بس لازم حاله ساديو ماني تتحسن شويه وفيرمينيو يمكن فيرمينيو احسن شويه الفتره دي لكن برضه ما بيجيبش اجوان كتير يعني ما تيجي تشوف ليفربول في اخر 3 4 سنين هتلاقي فيرمينيو ما بيبقاش من الهدافين بيجيب 7 9 10 اجوان لكن ما بيعديش ال 20 جون مثلا. فلازم يغير في شويه لعيبه في نص الملعب برضه خلي بالك هندرسون كبير فينالدوم يقال انه ممكن يروح برشلونه ميلنر كبير فابينيو لعيب ديفندر حتى تياجو اللي كان مراهن عليه بطيء ورتمه مش ماشي مع الريتم الانجليزي لسه محتاج الحته دي يكون فيها ريفرشمنت شويه يبقى في لعيبه احسن واسرع شويه. ايه مين الفوق الاسبوع ده؟ لا الاسبوع ده واتكنز طبعا جاب 9 نقط جاب هدف وخد بونص يمكن من الفرق اللي برضه المدافع بتاع كين من ايفرتون خد 6 نقط كلين شيت الباقي بقى كله يعني طبعا 8 فرنانديز لكن عشان حطه كابتن فرقه ما عملش حاجه خالص كنت متوقع احسن من كده كنت حاطه كابتن وماتش سهل مع فولهام تعادل 1-1 ما فيش هتلاقي كل الفرق يعني ما فيش يعني مفاجآت شيفيلد يعني بيتعادل اصفولها بيتعادل مع مانشستر يونايتد شيفيلد بيكسب الفرقه كلها اللي نزلت او هابطه عندها يعني عايزه تعمل شكل كويس فكل الماتشات بالنسبه لي يمكن زي ما قلت لك فرنانديز عشان كابتن الفرقه جاب لي 8 وطبعا واتكنز 9 هو ده يمكن اللي اشتغل عليه يعني. احلى ماتش الاسبوع اللي فات تشيلسي وليستر لان كان ماتش ارسنال برضو كريستال بالاس ماتش حلو ارسنال 3-1 بس تشيلسي وليستر اللي كان ماتش لسه لاعبين قبلها باربع خمس ايام نهائي الكاس فكان مهم جدا تشيلسي وكان مهم ان خباك الاسبوع ده كان تشيلسي او الاسبوعين دول ممكن تشيلسي بعد ما كان قريب من كل حاجه ما ياخدش حاجه يعني طلع من الكاس خسر كاس فاينل كاس ولو كان خسر من 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 ليستر يا سيف كان ممكن ما يخش الشامبيونز ليج وممكن يخسر الشامبيونز ليج الاسبوع الجاي فيبقى في اخر اسبوعين اخر 100 متر خسر كل حاجه فهو دلوقتي ضمن الشامبيونز ليج بنسبه كبيره وهنشوف بقى الفاينل شامبيونز ليج هيبقى عامل ازاي لكن يمكن ماتش تشيلسي ليستر 2-1 كان ماتش حلو كريستال بالاس ارسنال وعوده الارسنال 3-1 مش وحش ارسنال طبعا على سطر وبيسيب سطر كالعاده وزي ما قلت لك استون فيلا فوزه على توتنهام كان مفاجاه خصوصا توتنهام ابتدى بالتسجيل وبعدين خسر 2-1 ليدز ماشي بشكل كويس قوي قوي بامفورد على طول بيجيب اجوان ولعيب فجاه مفاجاه وجايب
يعني من هدافين البريمير ليج. وليدز يمكن الفرقه الوحيده اللي صعدت من الشامبيونشيب وقعت، يعني فولهام صعد ونزل، ويست بروم صعد ونزل، لكن ليدز ماشي من اول السنه وهو ماشي في نص الجدول، العاشر تاسع ثامن، محافظ على كده. ويمكن ناس كتير قالت على بيلسا ان الراجل ما بيعرفش يدافع، وان الراجل عنده جنون الهجوم وهيلعب كره هجوميه، وده مش هينفع في الدوري الانجليزي. صعد بيهم من تحت من الشامبيونشيب وعمل نتائج رائعه وكسب فرق كبيره في البريمير ليج. يعني طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف نصائح الثعلب ايه للناس الاسبوع الاخير في الدوري الانجليزي. بخاصية ال 100 مليون سيلفليت بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. تغيبي بلاش نول يا نهار للفرحانين، دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش، كمان ساعتين وبلاش دلوقت تغيبي. كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. الفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ونشوف بقى الثعلب ونصايحه للناس الاسبوع اللي جاي يعملوا ايه، ويروح على صلاح ولا يروح على مين؟ صلاح وكين نفس الحاله لسه، كين ما جابش طبعا اجوان، وانا متهيألي زي ما قلت كمان صلاح هو ان شاء الله ربنا يوفقه اربع سنين يكون هو هداف الفرقه وهدافين الدوري، دي ما بتحصلش. ويمكن ريو فيرديناند كان بيتكلم اول امبارح ولا حاجه، قال لك مش مدين صلاح حقه،
مش مدين صلاح القيمه اللي يستاهلها، ان هو واحد كل سنه من ساعه ما وصل البريمير ليج هو هداف الفرقه وهداف الدوري. اعتقد صلاح ان شاء الله طبعا اكيد ناس مراهنه على صلاح. في لينجرد كمان، وست هام كان ماشي كويس قوي اول ما راح من مانشستر، قعد فتره الاسبوعين اللي فاتوا ما جابش جوان، لكن ممكن يرجع الماتش الجاي هيلعب على ملعبه مع ساوثهامبتون. طبعا صلاح برده عنده ماتش مع كريستال بالاس، كريستال بالاس خسر 3-1 من ارسنال، فممكن برده يبقى ماشي بشكل كويس. ارسنال عنده هيلعب برايتون على ملعب الارسنال، برده ممكن تاخد حد من الارسنال، ممكن كيران تيرني اللعيب الاشول اللي برده ممكن يبقى تعمل كلين شيت وممكن يعمل اجوان. طيب نطلع فاصل ونرجع برضو بعد الفاصل نشوف تحدي الفانتسي النهارده مع ثعلب، ونشوف بقى معلومات الثعلب اللي هي يعني الحقيقه عاليه جدا بعد الفاصل. بخاصيه ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز، لما تكون كل نقطه قدامك واضحه وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه منعنا. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة، طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. رجعنا لكم تاني ونشوف تحدي النهارده مع الثعلب ونشوف معلوماته. اول سؤال، مين اكثر لاعب حصل على ركلات جزاء في الدوري الانجليزي الممتاز خلال موسم الحالي؟ بشويش مين اكثر لاعب حصل على ركلات جزاء
بالدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي. حصل على يعني هو اللي وقع يعني مش هو اللي شاط، هو اللي اخذ ضربات جزاء شاط يعني، هو اللي اخذ ضربات جزاء حصل عليها يعني، يعني وقع يعني. هو اللي وقع. الحاجات دي صعبه قوي يا جماعه يعني، ممكن اكتر واحد جاب شاطه بنالتيات مثلا فرنانديز، اعتقد جاب اكتر واحد جاب بنالتيات، لكن وقع جاب بنالتيات. هتلاقي بقى ممكن هو في تشيلسي، في تشيلسي فيرنر صح؟ صح انا مش بتشتغلني صح؟ لا والله صح. مين اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز؟ في التاريخ؟ طب بيلعب دلوقتي ولا بطل؟ بطل. نجم مانشستر يونايتد السابق بيكم. مانشستر يبقى جيجز او بيكم. صح. جيجز. ماشي. ما شاء الله. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ابعد العالمي عني هتاني فوق ما شاء الله. مين الفريق صاحب اضعف هجوم في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي؟ المصري؟ المصري ده؟ اضعف فرقة هجومية؟ هتلاقي يا اما البنك الاهلي، يا اما وادي دجلة، يا اما يا اما اللي تعمل هو البنك الاهلي وادي دجلة واخر فيها انتاج الحرب، حد منهم؟ مين فيهم؟ حد منهم يعني؟ ايوه. الانتاج الحرب. صح. ايه ده؟ ماشي كويس. لا الما انت عرفتها منين الانتاج دي؟ قول لي. لا بابا يعني هم اخر فرقه في الدوري ما بيكسبوش. جدع ممتاز. غلط صح؟ لا صح. بصراحه النهارده كله صح. انت ايه النهارده جاي نايم يا حازم؟ اصل انت لو فايق ومركز ممكن تجاوب على حاجه. شرفتنا تعلم. نور دايما. كل سنه وانت طيب. شوف مين اخر حلقه ان شاء الله الفتره الجايه. على فكره هي احسن حاجه بقى في الـ في الـ في الفانتزي ان انت بيبقى عندك التوتال على الاسابيع كلها. فانا لغايه دلوقتي انا متفوق، هنشوف بقى اخر اسبوع هيفرق ولا لا. ربنا يستر. هنشوف الاسبوع الجاي الثعلب والعالمي هيعملوا ايه. نشوفكم الاسبوع الجاي. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.